بسم الله وكفى والسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا سهل لنا كل خير وابعدنا عن كل شر واجعلنا نقتدي برسولك الكرام عليهم الصلاة والسلام واجعلنا لا نغفل عن تقديرك حق قدرك ولا تجعلنا نحن اللهم لا تجعلنا نكفر نعمك اللهم اجعلنا نخشى بأسك ولا نعمل إلا لإرضائك ولا قول لنا ولا نية ولا عمل إلا فيما يرضيك آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارضاه. أذكركم ببعض آيات سورة بقرة ما لا تأخذ منها بعض قواعد لكي تنجح مهمة تحرير الأمة من الغمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى آية 247 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيدي فشرب منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم من رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما تأتي آية الكرسي. إذن المسار هو سواء كان بوجود الأنبياء عليهم السلام بأجسادهم وأرواحهم بين العباد أو بعد ما يلتحقون بالرفيق الأعلى تبقى المهمة واحدة لا سبيل إلى تغييرها. مهمة المؤمنين الصادقين اليوم هي أن يقتفوا آثار الجنود العظام الذين أسسوا بنيانهم كما يجب تأسيسه على التوحيد وعلى التوكل على الله وعلى طلب التمكين لهم وأن يرسخ أقدامه في وجه العدو وأن لا يبالوا من قلة عدد معدته لأن النصر من عند الله. إذن يقول ربنا سبحانه وتعالى
أنا مش هوريكم هنا في اليهود ما يحبوش الجهاد، بنو إسرائيل أكتر منهم، هم يحبوا ما بقي من نظام الكون، يحبوا يدمروا بحرب النجوم ولا بالحروب التي لم يضع طوال وعلى قدم وساق. أنا من جراء مؤامرتهم عن البشرية. هاوش يقول لهم الجن، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم خالق. يعني ربي اختار لهم شاول، شاول بالإنجليزية ملك، يعني هو اللي كان نبي ولكن هو ملك. ملك يملك أمركم على دور تبليغ وإرشاد، وأنتم لابد لكم من ملك يسوسكم في أموركم كلها. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك، يعني دائما عندهم النزاع. فلذلك يقف الأمة تدعي أنها مسلمة. عندهم نزاع لحد الآن لم يتوحدوا في مكان. هذا يشترك ولا يغلب ولا يطلع ولا يعبط. يعني كل حد بما لديه فرح. كل حزب بما لديه فرح. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن كيف يكون له الملك علينا شوف الغرور. لو أنت تختاروا ربي اختار من يسوس ونحن أحق بالملك منه. دائما الناس ما يحبوك الهوم روح. هل حد الآن بنو إسرائيل ما يبغوا حد شيء، خاصة السوريين بتاعهم ما يبغوا حد شيء إلا هم يكونوا قادة العالم يفسدونه كما يشاءون. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. وهذا علاش الأموال كلها طائلة فيهم، حتى رؤساء رضي الله عنهم لازم يكون عندهم أموال طائلة كضمانة من رئاستهم باش يكون يخافوا على قد يسيئوا الرئاسة، ربما قد يعملوا الأموال من جراء محاكمات ولا من جراء شكاوي وعلم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة أو جواب المفعول في العلم والجسم. ولا يعلم الإنسان إلا إذا فقد أن له رحمة وأنا خالق ومعين وملهم ومربى. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. احنا كل الأمة الإسلامية هي اللي ربي اختارها باش تكون تدود عن حرمة الدين وتصون بيضة الإسلام وتعلو كلمة الرحمة، تعلو كلمة الرحمة. وقال لهم نبيهم إن آية ملك، أي علامات ملك الرجل هذا شاول أن يأتيكم التابوت في سكينة. يعني العلامات اللي أعطاها ربي بني إسرائيل علامات واضحة إكسبليسيت. اليوم ما عندهمش حتى حجة باش يعصوا ربي فيما أمرهم. قال العلامة اللي باش يكون ملك عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة التزمان سكينتي من ربكم من عند الله هدية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بقية من عصا ولا سيف ولا رمح ولا حاجة ليرليك تسمى بالفرنساوي. وآل هارون تعبير الملائكة أي التابوت هدايا وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. تعبير الملائكة إن في ذلك لآية علامة لكم إن كنتم مؤمنين أو شرط. هي علامة كونكم مؤمنين مش تاخذوا بالعلامة. اليوم شو اللي ناقصكم العلامات لمن تدعوا الإسلام؟ كل شيء. قال راح كلما اقتربنا من نهاية الكون إلا وزاد ربي كشف الحقائق. زلزال الأرض بدأ ببعض وجوه. الأخبار التي لم تكن تحدث فيما سبق عاصية وتتكرر، أو زلزال في مكان، أو غرق في مكان، أو حرب في مكان، ليش تهموا بعد هذا؟ يعني قداش تتنازعوا، قداش تشكوا في آيات الله؟ الناس أرجو ربكم تواضعوا وتأدبوا بتصديقه سبحانه وتعالى. والفتن كثرت وأشرط الساعة قربت، اشتبوها، أشرط كلاب البقرة كانت، اشتبوها.
بس يعني الذئاب تقلب الناس الشمس تطلع من المغرب ويختمها والعياذ بالله الشر الكادع الخطير جدا هو المسيح الدجال على لعنة الله عليه وعلى أمثاله ومن ينتظرها هم من بني صهيون. فلما فصل طالوت لما خرجهم طالوت من الحرب لمواجهة جيش جالوت وجالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتلك ما تخبش عليه هو ملك يدرق على جند وحتى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتلك بها يعني هيا أخيهم باش لا يؤخذون على حين غدا لأنه لا خدع القائد لا يخدع وتحدثنا قبل على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخون هذه الأمة سيرى العجب العزة في الدنيا والآخرة والغلو شوف كم ناس أموال الأمة الكلب اللي كان يحكم في الدنيا يمن 70 مليار حاجة مين جاء من عمالته ولا من سرقته ولا من إثنين. لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر يعني يشكوا أن أنا غاية مش يقع ابتلاء كيف سيقع؟ فمن شرب منه فليس منه يعني وأنت إذا كان رضخت العطش لأنك أنت لا كيف مش تصمد مواجهة العدو اللي شو يرى أنهم من الجبارين فليس منه من النهر من وتكون انت تبرع منه في البداية خلاص كان مش يخليهم يزيدوا يعديوا القية حتى لا يبقى منهم إلا قليل النجم ومن لم يطعموا فإنه منه يعني ما وصلت شجرة إنه منه إلا من اختار غرة بيد الخلاء هكا حفنه ماء وبرع ما وجدش يشرب على الخير هؤلاء ما لم أهلين الصبر في المواجهة وقطع الطريق أنا باش يوصلوا للمواجهة فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه النار ذاك والامتحان ذاك فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود يعني دائما ذب الخوف والرعب يقولون بني إسرائيل أعنا عنا المسلمين عنا العاهلية ولكن مش بقدر يعملون وهذا اللي مش خلينا يأتينا رسول الله كهدية لنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئات قليلة هذا يقول لي وهم إخواننا الذين قالوا هذا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله غلبت تأتي بإذن الله وما رميت إذن رميت ولكن الله رمى بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا جلوت وللمواجهين أنا الفريقان وجاء بعضهم عن بعض فلما ضرب الجنود والجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا بعد الدعاء ومحل النداء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عارفوا نشيكم من الله فهزموهم من إذن الله دائما النصر يأتي من عندنا فهزموهم من إذن الله وهذا اللي قادرين عليه إحنا إن شاء الله تعالى فهزموهم من إذن الله وقتل داوود الجنود إحنا ما يكون فينا نبي ولكن يكون فينا وارث النبي عليه الصلاة وقتل داود الجنود تعمل قصة هو مازال في رأي شبابه فيحمل سيف طالوت ثقله منعه من التحرك وما لم فترك كل هذه الأسلحة من رمح ولا سيف تركهم وخلا الأمر على نفسه أن يؤمن بالله حقا حتى ينصره وهذا ما كان وكبر حين ضرب من جالوت بالحجارة على بلوز هزموه بإذن الله وقتل داود وجالوت وآتى الله الملك والحكمة وعلمهم مما يشاء من كما معاش ملك برد سيدنا داود عليه السلام ارتقى إلى درجات العلا فهزموا بإذن الله وقتل داود وجالوت وآتى الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
حدثنا بهذا الشأن. نسأل الله السلامة والتوفيق. السلام عليكم ورحمة منه ورضاه.